لدى استقبال سمو أهل رؤساء المآتم الحسينية وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع انطلاقا مما يتسم به شعب البحرين من نبل وطيبة. وقال سموه إن ما يجمع بين أبناء البحرين من قيم التواصل والمحبة لم ولن تتغير مهما حاول البعض زرع الشقاق، وكل الأحداث التي مرت بالبحرين لم تستطع أن تؤثر في تماسك شعبها. وأضاف سموه أن المواقف التي مرت بها البحرين عبرت عما يحمله شعبها من ولاء ومحبة لوطنه وقيادته ومجتمعه، وأننا مستمرون في دعم ومساندة كل عمل يهدف إلى الحفاظ على وحدة الوطن ونمائه وتقدمه. ونوه سموه بالدور الوطني والمخلص لشعب البحرين، مؤكدا سموه أن قوة مجتمع البحرين تكمن في وعي أبنائه وتماسكهم، وهو الأمر الذي جعل من مملكة البحرين نموذجا فريدا للتعايش القائم على المحبة والاحترام. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم رؤساء المآتم الحسينية وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية، يتقدمهم السيد إبراهيم منصور المنصور رئيس مأتم مدن، والذين قدموا للسلام على سموه، حيث رفعوا إلى سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير على ما تبذله الحكومة من جهود في رعاية المناسبات الدينية ودور العبادة وما تقدمه من تسهيلات لإنجاز موسم عاشوراء كل عام. وخلال اللقاء رحب سموه برؤساء المآتم الحسينية وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس ما يجمع بين أبناء البحرين من محبة وتواصل تجذرت عبر السنين، متوجها سموه بالشكر لهم على كل ما يقدمونه من عطاء لخدمة المجتمع. وأكد سموه حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم من أجل خروج مناسبة شهر محرم وذكرى عاشوراء على الوجه الأكمل، وأثنى سموه على الجهود الطيبة التي يبذلها رؤساء المآتم الحسينية في إحياء المواسم الدينية والإشراف على تنظيم شعائرها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التجارب التي مرت بها البحرين أظهرت المعدن الأصيل لشعبها الذي ساهم في إعلاء صرح الوطني وحقق الإنجاز تلو الآخر، ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين على امتداد تاريخها الطويل جسدت مزيجا من التنوع الثقافي والحضاري الذي يقوم على التسامح والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع، مشددا سموه على ضرورة التماسك بروح الأسرة الواحدة التي تجمع شعب البحرين ونبذ أي دعوة للفرقة بين أبناء الوطن الواحد. يتشرف هذا الجمع الخير برئاسة عميد المواكب الحسينية وهيئة المواكب السيد إبراهيم منصور المنصور بأن يرفع لسموكم أصدق معاني الشكر والعرفان والولاء من جميع مآتم البحرين في مدنها وقراها قاطبة للرعاية الكريمة التي يوليها سموكم لموسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، سائرين في ذلك على نهج آبائكم الكرام الذين قاموا برعاية المواسم العاشورائية في مملكة البحرين كابرا عن كابر، وتوفير كل سبل الرعاية الكريمة للقائمين عليها من أجل إنجاحها ومن أجل أن تظهر بالشكل الذي يليق بهذه الأرض التي تحمل سمة التسامح والتعايش بين جميع فئاتها. يقودها في ذلك نهج آل خليفة الكرام الذين أخذوا على عاتقهم أمانة استمرار هذه المواكب الحسينية، أمانة ورثوها وصالوها وخلدوها، وهي أمانة عجزت عن حملها الجبال الرواسي، فصانها الرجال وتوارثتها الأجيال. صاحب السمو، وكما حمل لكم هذا الجمع الطيب السلام والتحية من الأحبة،
فإنني أحمل لسموكم كذلك تحيات أصحاب السماحة العلماء الأجلاء الذين قدروا رعايتكم وحرصكم على كل ما من شأنه الحفاظ على موسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. فآمال البحرين معقودة بحكمتكم حاضراً ومستقبلاً، فشعبكم يا صاحب السمو يسيرون خلف عباءتكم وما تمثلونه في بيت الحكم العريق الضارب في الجذوب على هذه الأرض الطيبة. وكما ينظر أصحاب السماحة العلماء إلى جهود سموكم في مجال العمل الوطني نظرة الإعجاب، فإنهم يتابعون كذلك مجلسكم بكل فخر بما يتصدره من عبارات الثقة بشعبكم وبث روح المحبة وإعلاء للكلمة الجامعة، وهذا ليس بغريب على باني مجد الوطن عندما وضع أسس نهضته، وليس غريبا عليه الآن وهو يسعى إلى أسمى هدف وهو الحفاظ على بيضة البلد من أن تتعرض لأي شرخ يهدد وجودها لا سمح الله. صاحب السمو، وصية أخرى حملونا إياها بأن نحمل دوما معاني الحب والولاء والإخلاص لسموكم والسير خلفكم وخلف نهجكم السامي حماية لتراب هذا الوطن. صاحب السمو، أيها الحكيم، ها أنت قلتها بل عملت بها عندما حرصت على الدعوة إلى رص الصفوف إيمانا منك بضرورة الحفاظ على جمع الكلمة، فقد أسمعتها القاصي والداني حين جعلت الجميع متوحدين خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وأنت أوله، وبمعية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، فبحكمة الرجال تبنى الأوطان ويعمر الزمان، فمعكم يكتمل العقد وبكم تتجمل الأعناق. صاحب السمو، ها قد جاءت هذه الوفود مرة أخرى لمجلسكم العامر مستبشرة بهذا اللقاء لتتعرف على أصالة الرجال حين يصدقون وعلى وعدهم حين يقررون وعلى صدقهم حين يبادرون وعلى سريرتهم حينما يعلنون. وقد جاءت هذه الجموع يا صاحب السمو حاملة طهر الأرض ووعد الصدق وكنوز ودائع الأوطان، حاملة روحا أصفى وولها أنقى وولاء أوفى. فهذه الجموع أتت معلنة وقوفها خلف نهجكم الحكيم الذي حفظ البحرين من كل سوء أريد بها بفضل توحد الكلمة التي ما فتئتم تدعون إليها في مجلسكم العامر هذا وتسمعونها للقاصي والداني بأن البحرين عصية على أعدائها. ما دمتم يا صاحب السمو قائمين على حمايتها، حافظين للأمانة التي تسلمتموها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،
من ناحيتهم أعرب رؤساء المآتم وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية عن شكرهم وتقديرهم لما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام ودعم للمؤسسات الدينية وما توفره الحكومة برئاسة سموه من تسهيلات تكفل ممارسة الشعائر الدينية للجميع في إطار ما تتمتع به المملكة من حريات. وقالوا إن توجيهات سموها الدائمة لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية بتوفير كافة الخدمات خلال موسم عاشوراء لا تؤكد مدى اهتمام سموه بكل ما يعزز من روح الأسرة الواحدة التي يتميز بها أبناء البحرين وتجسد الصورة الحضارية لمملكة البحرين. وقد تسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة درعا تذكاريا من السيد جعفر المدحوب رئيس مأتم المدحوب تقديرا لجهود سموه في الحفاظ على أمن واستقرار البحرين ودور سموه الكبير في نهضة الوطن وازدهاره.